ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها جمعية تعافي، أقيمت ندوة بعنوان التعافي من الإدمان في مكتبة الأطفال العمومية في المركز الثقافي في اللاذقية. المواضيع اللي عم تتناولها حاليا مكتبة الأطفال العمومية من خلال المحاضرات الموجهة للأسر والعائلات والشباب واليافعين والأطفال كلياتها تصب في مجال الصحة. المرة الماضية كانت في مجال السكري، اليوم في مجال المخدرات وأثر السلبي على صحة الشباب، مدار الإدمان، سيئات الإدمان سواء من الناحية الصحية، من الناحية النفسية والطبية ومن الناحية القانونية. واجبنا نحن، قلنا واجب إنساني وواجب اجتماعي، واجب بالأول هو الواجب الوطني أنه نحن عم نعمل شيء. فأسسنا هي الجمعية مشان توعية هي الشباب يلي تورط، نحاول قدر إمكان أنه نحن ننقذه، نطلعه من هذا المستنقع ونوجهه للعلاج. هي الرسالة من خلالها نوضح لكل واحد شو هي مضار الإدمان، تمام؟ وكمان هلا انا كمحامي بعطي الناحيه القانونيه، يعني فينك تقول الدعم القانوني بهيدي الناحيه. شو فوائد انه الشخص المدمن اذا كان في المراحل الاولى قبل ما يصير في ملاحقه قضائيه او تحريك دعوى حق عام بحقه، تمام، او في جرم مشهود يبادر ليحط حاله تحت مصح لحتى يتلافى العقاب. الندوه حضر فيها الطبيب والمحامي والداعم النفسي لنشر التوعيه من مخاطر هذه الظاهره التي تستهدف الشباب ومساعدة الأهالي بالتعرف ما إذا كان أولادهم قد بدأوا بالتورط. الرسالة الحابين أنه نخفف قدر الإمكان من موجة الإدمان اللي موجودة هلا بالبلد، بالإضافة أنه التوعية مشان اللي ممكن يوقع بهالفخ ما يوقع. توعية ومساعدة قدر الإمكان، مساعدتهم بالأخذ بإيدهم للعلاج ومتابعتهم وتأهيلهم بعد العلاج، وبنفس الوقت مساعدة الأهالي في التعرف في حال أنه أولادهم كانوا عم يتورطوا بهذا الموضوع ولا لا، كيف فيهم يتعرفوا في حال أحد المتورطين بهذا الموضوع، كيف نحن فينا نساعدهم بهذا المجال. هلأ هي بتقدم للجيل الكبير المسؤول عن التربية توعية كبيرة للطفل إذا هو بسن خرج أنه يستفيد أو يتوعى بهالسن، طبعا بتقدم له شيء لأنه بدها تعطيه شو هي المخاطر، بتفرجيه لقدام، بتفرجيه النتائج اللي ممكن يوصلها. التعافي من الإدمان ندوة هدفها توعية الأهالي من مخاطر الإدمان ورفع ثقافتهم بخصوص مراقبة سلوك أطفالهم، إضافة لنشر الوعي الصحي في المجتمع السوري.